أنا أكيد بحب حالي، بس مش بحب حالي لدرجة إنه لاغي الناس اللي بحبهم. بحب حالي لأنه لو ما أنا حبيت حالي العالم ما رح تحبني. الثقة، حب النفس، هو إنك كمان يكون عندك ثقة بحالك، وهذا الشيء بينعكس على الناس. يعني في ناس إذا بتشوفك بتقول أوف شخصيتها قوية، قوية شو ضعيفة. It depends على your attitude، على الاتيتود تبعك أو الابروتش تبعك أو أنت كيف بتحكي. أكيد أنا بحب حالي، بس الأولوية مش لحب حالي. دايماً بفكر باللي حوالي، دايماً بحب الناس اللي حوالي يكونوا مبسوطين. معناتها أنا على القد بحب بحالي، إنه كون منيحة، كون متصالحة مع حالي. وبالنسبة إنه أنا مش عايزة حدا هيك، أنا طبيعة شغلي وطبيعة التربية بالداخلة، وكنت لحالي تعلمت كون مستقلة، ومع الوقت شغلي ساعدني بهالشي. عم بحكي من ناحية الإنكم، سو إنه وصلت لمحل إنه أنا مش عايزة شي من حدا، بس ما بيمنع إنه أنا بحب يكون عندي بارتنر اتغنج عليه ويكون عندي شيء منه.